في ملف الفيات تبع حمص لرجل الاسبوع الماضي. مسؤولياتنا بلش أول عدد منا بأيلول 2011. بلشت بمجموعة شباب بمدينة الشام، مدينة دمشق، وكان الهدف والغاية بشكل أساسي هو مواكبة الثورة أو تكون جزء من النشاط المدني للثورة. الثورة كان صار لها 6 شهور مبلشة أو 7 شهور مبلشة، وكان العمل المدني أو النشاط المدني بأوجه، وكان مفتوح على كل الخيارات وكل الاحتمالات، مجلات، جرائد، مطبوعات، منشورات، أفكار مدنية، بتذكر حتى أشياء بسيطة مثل سبيكرات، مثل تلوين البحرات والمي. فهي كانت يعني مواكبة أو جزء من هذا النشاط المدني. ما كان عندنا غير صورة واحدة ينقل إعلام النظام، وما كان في إعلام آخر موجود بسوريا، فكان هو بديل عن إعلام النظام. ممكن لهذا السبب تسمى إعلام بديل. أنا برأيي هو إعلام حيادي وما بيتعرض لأي ضغوطات وما له أي توجه سياسي حالي. هلأ بالنهاية يعني نحن بنعرف كل دول العالم، كل إعلام فيه يكون له توجهات سياسية، وهذا الشيء بتوقع منطقي وهذا الشيء طبيعي. هي مؤسسات مدعومة من منظمات، فاستمراريتها هي حكما يعني مرتبطة باستمرارية الدعم. تصدر الجريدة بين 20 إلى 24 صفحة، بيصدر معها بشكل شهري ملحق للمجالس المحلية. صدر منه 6 أعداد السنة الماضية، وهي السنة صدر منه 2، وهلأ هذا الأسبوع القادم رح يصدر العدد الثالث. الفئة المستهدفة من الجريدة هي السوريين أيا كانوا، بعيدا عن انتمائهم وفئتهم العمرية وتوجهاتهم السياسية والجنس أو غيره، يعني طبعا باستثناء الأطفال. وهذا شو صار؟ هذا قيس وهذا لؤلؤ.